السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. هذا عطينو دابا 25000 تاع الدرهم ويلاه بادين هاد العرض، باقي ما بيوش. كان اكبر عرض داخل جمعة كيسل لحد الان، كان العرض الوحيد غادي يكون اكثر من 570 560 باش غادي يكون، ولا 580000 باش غادي يكون. ونحيي كل مشاهد قناة زيتون المرشد في المكان داخل الوطن او خارج الوطن، امراه راجل بنت ولد، نحييهم قناة زيتون المرشد. مبروك عواشيركم وحبابنا في المكان. السي احمد من تطوان يا ربي شافيه وداويه وحيد الضر عليه يا ربي، واللي سمعنا في المشاهدين يقول امين في حبابنا المشاهدين قناة زيتون المرشد. نتمنوا ليه الشفاء، راجل فيه النية وراجل مخير وراجل معدي ما نقول. وتحياتي كلي سمير من فرنسا اللي تيجاو بالكوميطيرات، تحياتي لي قوية مالياش الحد، وكلي جالية مغربية وكلي مشاهد قناة زيتون المرشد. والسيد سعيد من إيطاليا تاهو تيجاو بالكوميطيرات، تحياتي ليه قوية تاهو، وتحياتي كلي مشاهد قناة زيتون المرشد داخل الوطن أو خارج الوطن. وحنا دابا في جمعة كيسر قريم سطات، اللي ما عرفش قريم سطات في المملكة المغربية. هادي جمعة كيسر قليم سطات. ألف 35000 تاع الدرهم هاد الجوج. برك سارجا هنا في جمعة كيسر قليم سطات. تقلب راه زيادة عند موزيكا تبع خريب كا فين يتبع. هو يقول لك فين تنبع في خريب كا والله. هو تيقول لك فين تنبع. وسامي سامي حيدر ايه واش مالي انا ساهل هذا اللي احنا جايبينه خدناه البارح من عند مولاه من الدار وبغينا نكذبوا ياك عيط نكذب. اضرب مع اضرب مع مصطفى اضرب مخوت بعشرين. ويقول هذا هو كلام الله سير
ابو القاسم ما سير الله سير الله ابو مصطفى راه درويش سير الله يعني السوق المعلم اليوم ها عندك كاين الوجوه بزاف مخلطة ان شاء الله براد الوجوه ما عرفناهم كاع منين جاو انا مش عايز فيه راه شحال راه مش عايز حق شحال شحال هاد الخيرات عندك؟ 500 مليون و 60 الوحدة. واش خديتيهم اليوم ولا جبتيهم من المحل؟ شحال خديتيهم؟ 500 عطاوك شي حاجة ربح فيهم؟ عطاونا فيهم واحد السيرات ما تقلنا فيهم. ياك بحال خديتي هادي ب 40 البيضة وخديتي هادي ب 80 السلعة ما كاين فيها ساعتكم. شحال سي حسن؟ ديتو اللحم اليوم شريتو اللحم شحال شريت؟ 1220 باش تباع اليوم اللحم في السوق جماعة كيسر تقريبا 16 هاكا السي الزيتون هاد السلعة كبيرة سلعة قال لك داوه ب 12 و20 الزيتون ياك وحنا في اليوتيوب اخويا راه حنا كنقلبوا انت كي داير بخير شحال هاد الخيرات؟ 366 عطاك شي ربح؟ انا حطيت هنا الفرنك ويسير بحال السلعة غيكون خير ياك غيكون خير السلعة قليلة شوية شوية بين وبين شوية انا لفت على الدرهم هذا مازال باقي ما حتى خاف الله 29 29 عرفت على الدرهم هادو كزار مساكن راه بحال اليوم ياك اللي بغى يجي يفطر مرحبا به السيدي هادي جمعة كيسر بكربيو هادي جمعة كيسر والسوق شوية غالي والسلعة موجودة ومغلينها ربيعة وشرية وكاين شي كاين شي ناس في بلايص أخرى ما شافوهم بداو تيتسابقوا في البيع والشراء وفي هادي لاباس بخير الله يحفظك كيفاش كانوا يصابوا لا وكانوا تيتسابقوا الصباح عبر هذا بالف لقا هنايا نذبحوا احنا يلا نذبحوا احنا ما نديو حتى البلاد اخرى ها كان صغاري شويه كان شافوا شي وجه مقلبه بداو ياك بغيتي الشلوح يجيو عندك تبارك الله سي ادريس بغيتي الشلوح باش يجيو عندك لما جو عندنا السوق ديك ديك بطاطا 76 هيا سي عبيده وكرتي لي حتى الفطار باش تشوي لينا ياك ان شاء الله ان شاء الله تصور واحد يكون بالغ وانت انت جاي باغي تصور الكاميرا عيب تشدك حدانا هذا كزار في السطا تاع هو راجل مخير السوق الاسبوعي بجمعة كيسر قريب السطات عند
بكر باقي موجود، بكر مليح، كاين بكر مليح وموجود. شهر اخويا سعيد، وسعيد شهر اخويا سعيد 340 كون عرف لك تكذب ما غاديش ننساهم. مليون و700 نحيي كل مشاهد قناة زيتون المرجان في المكان، داخل الوطن أو خارج الوطن، أحبابنا في المكان. هادو توك شحال تبعت؟ 42,000 تاع الدرهم. شوف تبارك الله، خيرات موجودة هنا من المليح والزين. تبارك الله. خلاصهم 42. مليون ورخيص هاد الارض ما بعتوش؟ ب 1000 ريال الزيتون ان شاء الله. الى ب 1000 ريال ياك الحزت. السوق الحال زاكيه، ها البقورات والتسابيق في الصباح. ان شاء الله خير. السوق غالي. عشر ألف تاع الدرهم. واحد وربعين كنتي واحد. مليون واحد وربعين. ثلاثمائة وثلاثين. مليون وستمائة وخمسين ألف فرنك باش كاين هاد العرض.